مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم بوليتيك. عبد الوهاب جاكون، أهلا بك. مساء الخير سي خلاف. مساء الخير عبد الحناشي الزول. الزول مساء الخير خلاف، مساء الخير عبد الوهاب جاكون، مساء الخير مشاهدي الكرام. اليوم الموضوع رقم واحد ورقم اثنين، يعني موضوع واحد هو كورونا. للأسف الشديد ارتفع عدد الوفيات إلى 15 حالة، 15 شخص فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا. ارتفعت الإصابات إلى 139 وشفي من هذا الفيروس 22 شخص، 34 حالة أو شخص متواجد بالمستشفيات لحد الآن. لحد الآن الوضع تحت السيطرة، ولكن هناك توقع بأن يرتفع هذا العدد بسرعة في الأيام القليلة القادمة، لأنه بقراءة الأرقام في كل العالم بدأت الأسبوع الأول والثاني باحتشام، ثم في الأسبوع الثالث والرابع انفجر العدد. ولكن يبدو حسب بعض المعطيات، ربما نعطي آراءنا فيها، أنه لن نصل إلى وضع بعض الدول مثل أوروبا أو الصين، ولكن هذا الرقم سيرتفع بدون شك نظرا أولا لمجموعة عوامل، منها يعني على الأقل عدم احتياط الإجراءات بسرعة وفي وقتها، وكذلك عدم اهتمام الجزائريين أو خوف أو تحوط من هذا الوباء. وطبعا هو لا ينتظر، ربما احنا انتظرنا بعض الشيء، ولكن هذا الفيروس لا ينتظر، ينتشر بسرعة كبيرة. غدا اجتماع لمجلس الوزراء يترأسه السيد رئيس الجمهورية لدراسة قانون المالية التكميلي ومشروع قانون المالية التكميلي، وكذلك الوضع وضعية الفيروس كورونا في الجزائر. وقبل قليل أصدر بيان رئاسة الحكومة بيان حول الإجراءات أو تنفيذ الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. سنعطي آراءنا بعد سماع آراء زميلين عبد الوهاب وخلاف. أنا نبدأ بالشيفر تاع 22 حالة شفاء، يعني باش يعني ما يكونش هلع بين الجزائريين. صح لازم يفو بروندغو سيريو، ولكن 22 حالة شفيات، يعني حاجة مليحة نبداو بها. ولكن كما قلت راهو يعني في منحنى تصاعدي، راهو يطلع لا كورب راهي تطلع، سكي انكيتون، هذا اللي راهو يعني يقلق. لأن لما تطلع كاين ان بيك، جيسبر انا قريب نلحقوا لو بيك، لأن كاع في كل دول ان بيك ومن بعد سا غوديسون. ان شاء الله لحقنا لو بيك، لان المشكل الكبير هو الخروج، خرج للولايات، يعني ليس فقط، ما كانش بؤره واحده كيما الصين مثلا ولا ايطاليا، يعني راهو يخرج في كثير من الولايات، وهذا هو المقلق. يعني نظن يعني في هذا الطابلو، في هذا كما نقول الاخر، في هذا المنظر شيء الايجابي انا بالنسبه لي، فيه وعي من طرف المواطنين، لان مثلا العاصمه اصبحت اليوم مدينه ميته، يعني نشوفوا كلش، يعني اغلبيه يعني قطاع الخدمات مغلوقه، يعني ما عدا لربما بعض المقاهي وبعض المطاعم، ولكن في الغالب يعني فيه احترام للاجراءات نتاع الحكومه. كذلك شفنا حتى فيما يخص النقل، فيه وتيره ضعيفه كثير كثير كثير، ما نشوفوش العدد يعني هذاك الهائل تاع سيارات الكراء ولا مثلا الحافلات. اليوم ما فيهش، يعني العاصمه يعني كما نقولوا حنا فرغانه، ما كان والو. ما نعرف انا هل لربما سي حناشي عنده معطيات ولا حاجه، لربما هل راح يكون فيه يعني ارتفاع العدد يعني في الايام يعني المقبله، لربما ممكن اننا نصل الى لربما رقم يعني يكون هام. ولكن انا في رايي اذا كانت في احترام للاجراءات لربما راح يعني نحافظوا على وتيره ضعيفه، حتى واذا تكون فيه حالات جديده، ولا سيما فيما يخص الاجراءات اللي راح تبدا التطبيق نتاعها
غدا غدا نعم. وهذا اللي مهم لازم نحضر غدا عليه. هذا غدا هذا راح احنا مثلا في قطاع الاعلام على مستوى الكثير على في مثلا على مستوى بعض العناوين وعلى بعض الجرائد فيها في يعني قرارات مثلا هو كما يقولوا تخفيف تخفيف يعني كما يقولوا حد ميزور داليجمون وين ما يكونش فيه عدد كبير فمثلا في قاعه التحرير وهذا ربما راح يمس ايضا بعد الادارات بعد القطاعات ولا سيما من غدا يعني القطاع الوظيفي العمومي وهذا ربما راح يكون ايضا خطه اللي راح تسمح اننا نواجه هذا الوباء اللي يعني نشوفه مثلا في مثلا في اوروبا على سبيل المثال ايطاليا يعني كارثه يعني كارثه. يجب تذكير انه لحد الان الولايات اللي تمست بوباء كورونا 18 ولايه من عدد 48 ولايه والوفيات يعني متوسط عمر الوفيات 64 سنه وحسب بيان لجنه مراقبه ورصد رصد 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 كورونا يعني كل الحالات أو كل الذين توفوا ربي يرحمهم مصابين بأمراض مزمنة سواء مرض أو مرضين أو ثلاث أمراض مجتمعة وقبل ما نروح الإجراءات اللي أعلن عليها اليوم وزير الوزير رئيس الوزير الأول نروح انتشار نشوفوا الخريطة تاع انتشار كورونا في الجزائر عندنا 78 حالة في البوليدة 12 حالة في الجزائر ست حالات في تيزي وزو ستة في وهران خمسة في سكيكدا خمسة في عنابة اثنين في معسكر اثنين في قلمة اثنين في برج باريريج اثنين في المدية اثنين في وادي سوف واحد في ورقلة حالة واحدة في سوق هراس حالة في أدرار حالة في بويرة حالة في بجاية حالة في بومرداس حالة في سطيف حالة في تيسمسيل حالة في خنشلة 12 حالة غير محددة الإصابات المسجلة 139 و 15 حالة وفيات كما قلنا الحال أو الذين تعافوا من هذا الفيروس 22 حالة هناك بعض المعطيات بدأت تظهر يعني ولكن كما قلت عبد الوهاب لا توجد معطيات ولكن توجد توقع هناك توقع بأن هذا الرقم سيرتفع وأظن سيرتفع لأن حتى المصابين ما عدناش هل هما ماكثين يعني في كانوا ماكثين في الجزائر اغلبهم جاوا من الخارج اغلبهم جاوا من 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 المهجر وهم اللي نقلوا العدوى الى الجزائريين المقيمين هنا غدا او ابتداء من الغد ممكن المعطيات راح تتغير في التيرا يعني في على ارض الواقع بعد سريان مفعول الاجراءات المتخذه اليوم صدرت مراسيم تنفيذيه البيان او رئاسه الحكومه صدرت بيان غدا سيتم توقيف حركة النقل بين الولايات بين المدن النقل الجماعي ولكن غدا بشكل تام يعني مغلق يعني ما كانش قطارات ما كانش مترو ما كانش طائرات ما كانش تاكسي بين بين الولايات حتى داخل مثلا في العاصمة قرارات لغلق بين الأحياء بين نعم يعني ابتداء من الغد فيه 50% من الموظفين او على الاقل النساء رايحين ما يخدموش سواء الحاملات او الرضاعات نعم يعني يكون عندهم كيما نقولوا احنا عطلة نعم 15 يوم دفعت يعني هذه الاجراءات قد تلعب دور في حصر او محاصره هذا الفيروس لانه ينتشر بشكل كبير هناك راح نعطيه ثاني بعض الامور حتى في الجانب الطبي يعني اليوم دراسات اكدت بانه الاطفال اللي عندهم اقل من 10 سنين لا يصابون بالفيروس كورونا نظرا لامور طبيه يعني لا داعي للخوف فيها ولكن جهاز مناعه لا يستقبل الفيروس ولكن يحذروا انه يعني الامهات اللي عندهم اطفال صغار يربوا فيهم ينقوا فيهم يعني لي بيبي ينتبهوا لانه اكرمكم الله البراز تاع الاطفال ممكن ينقل الفيروس يعني وهذا يقول لك الام اذا قامت بغسل وليدها او بنتها صغيره يجب ان هي ايضا تغسل يديها لانه تنظيف الطفل قد يكون سبب من اسباب نقل الفيروس الى الام او الى الاخت او الى الاب او الى يعني نتمنى السلامه للامهات كل الامهات اللي راهم يربوا في اطفال صغار على كل حال مع هذا القطاعات اللي متكلفه بالامن متكلفه بالصحة نعم هذه متكلف نعم. طبعا هذه اكيد يعني هذو لازم يواصلوا لكن
تفضل خلا. يعني الاجراءات نقولوا يعني جات متاخره ولكن مليحه، الاجراءات خاصه اللي يدخلوا من اليوم يعني الحد على الوحده تاع الصباح، تسمى هكذا شويه راح يدخلوا. سي ان كونتونمون كي دي با سون نو. اون فادير لان جات متاخره ولكن مليحه، ولكن الان المشكل يجب الان التحضير لمرحله اخرى، التحضير لمرحله الانتشار الواسع. مثلا لما نشوفوا اللي يجوا اجلاء الرعايا الجزائريين اللي مهمه جدا. مهم يعني بروميرمون يعني جو بونس البلد الوحيد في 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 القاره اللي راهي تجيب الرعايه تاعها، يعني ثاني بلد في العالم مش في القاره بصراحه، يعني ثاني بلد يعني لا كاين الصين، كاين الصين والجزائر. لا الطليان لا الوضع فاش يختلف، يعني في الجزائر الان سي الدوله هي اللي تقوم بالنقل، تكفل على عاتقها بنقل الجزائريين. في الدول الاخرى في امريكا مثلا طلبوا نقل رعاياهم من الصين بألف دولار تقريبا او ما يشابه. لهذا تسمى هذه الخطوه يعني حاجه مليحه من الدوله الجزائريه، ويعني نثمنوها، ولكن ولكن بشرط مثلا علاش يجيبوهم لكل مطره؟ علاش ما يديروش مطر واحد يجيو كاع لتما باش يعني ما يكونش يعني ان ريسك، لان لما تجيب المطر قسنطين المطر وهران المطر الجزائر ريسك كاين ممسي تحمي ممسي، ولكن ريسك كاين يجيبوا المطر واحد وخلاص. لا ربما لما فيما يخص الحمايه وي لان مهما ما تحمي ما تقدرش. ثانيا ثانيا تشديد مثلا الرقابه على الحدود في الجنوب، لان المشكل لان مثلا لو ام اس حذرت يعني بلهجه قويه، قال لك افريقيا يجب ان تستعد للاسوء، يعني راح يجيها لو بير. لذا المشكل كاع لازم في الحدود يعني تحت في الجنوب لازم تكون. يجب التذكير خلاف انه الجويه او الحكومه الجزائرية أو الدولة الجزائرية قررت تنقل جزائريين من عدة دول. شفنا اليوم مثلا عندنا رحلتين من تونس مبرمجتين، عندنا أربع رحلات من تركيا ممكن اليوم وغدا إلى آخره. عندنا هذو كيما نقولوا سواح ولا جزائريين مقيمين، جزائريين سواء سواح عالقين أو ناس راغبين في العودة. عندك أيضا ما عندهمش بيت تاعو مازال يدخل بالضبط، عندك رحلة جيب من موسكو فيينا، وهذا ينقلنا إلى القرار الآخر اللي وضع العائدين تحت الحجر الصحي في فنادق حكومية وخاصة الحكومية. الآن تقريبا 7000 شخص سيتم وضعهم في أكثر من 7000 شخص، يعني في الزندالوز في وهران كان 7000 شخص، هناك فنادق هنا في شرق العاصمة وغرب العاصمة مخصصة أيضا بيبليك، حتى خواص بعض الخواص 20 في البداية. جب تذكير هذه أنه في البداية تلك، ويعني باستثناء علامة واحدة فندق واحد أو علامة تاع سلسلة فنادق جزائرية خاصة اللي أبدت استعدادها لتلقي هؤلاء المحجر عليهم صحيا، ولكن بعض الفنادق رفضوا، ولكن لاحقا حسوا بأنه يجب أن يلعبوا دور لأنه يكون فيه جهد يعني تضامني، جهد يعني وطني. وهذه كما نقول المصيبة هذه راهي تمسنا كل كجزائريين، يعني بالعكس ما دام رانا نتسرع باش كما نقول الأخر نحيطوا على هذا الوباء، لا ربما هذا راح يخلينا نربح الوقت ونرجع الى وضع عادي، وضع عادي ويكون فيه الاقتصاد يكون فيه حركه. تعرف قبل ما يعني بصراحه يجب التنويه بالجهد اللي درته وزاره السياحه، سيد وزير السياحه والاش تي تي سيد بونافع، وكذلك وزراء يعني في وزير الداخليه مع الولايات، وزير الخارجيه مع السفراء، ووزير النقل، لانه بصراحه الخطوط الجويه الجزيره دارت جهد كبير، وحتى لكنان في اجلاء الرعايا الجزائريين، يعني خذوا الريسك بصراحه، خذوا الريسك. وايضا عمال الفنادق العموميه والخاصه والمراكز الصحيه. ويجب التذكير انه يعني اليوم احنا عملنا في قناه الحياه اتصالات كثيره مع نعم اللي كانوا في الفنادق راهم تحت الحجر الصحي. يقول لك بصراحه ظروف مهيئه، لانه غالبا الفنادق ثلاثه اربع نجوم، يعني عندهم كل وهذه على عاتق الدوله. نعم النقل على عاتق الدوله والايواء على عاتق الدوله، في حين يبدو انه البلد الوحيد الاخر اللي رحل رعاياه تكفل بهم هو الصين، في حين كل الدول يعني يتكفلوا برواحهم في اوروبا.
اوروبا في امريكا الدور كما يقولوا نعم يحسبوه هاو الجانب هذا اللي في الجانب الاجتماعي مهم يعني الان في المحن دولة تصرف يعني بصراحه ويجب تثمين هذه القرارات لانه هذا جهد كبير نحو رعاية ان هذا هو في لي مومون كيما هادو قلنا في الحصه تاع واش قلت نهار الاربعاء الحصه اللي فات باللي الدوله لازم تكفل فينونسيغمون اللي تمد لهم كونجي تخلص هي لي زونتربريز اللي غلقوا تخلص هي الدوله اللي يجيهم ليترونجي تخلص هي ليبيا يعني البرون اون شارج لان المرحله اللي لحقنا فيها شفنا اليوم مثلا اليوم في اظن في سكيكدا ولا ولايه من الغرب الشرق الجزائري شفنا لا غار 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 روتير معمره الناس داخله خارجه يعني كاين ناس ما تحير كيفاش يديروا الناس يعني يخرجوا برا شافوا باللي المشكل كبير كيما هذا يخرجوا نورمال لذا الجزائر اظن لان رانا لحقنا المرحله يعني الخطيره الان مرحلتين يعني امام خيارين الجزائر خيارين لا ثالث لهما اما اتباع مثال الروس مثال الفرنسي والايطالي ولا مثال كوريا الجنوبيه لانهما يعني دو زيكزومبل ديفيرون فرنسا وايطاليا واش دارت لو كونفينمون جينيرال يعني كونفينمون جينيرال ادخل للدار تخرج تخرج لبرا الحبس ولا لاموند ولا او المثال اللي كي ريوسي كوريا الجنوبيه مثلا ما دارتش الحجر الصحي ما دارتش كونفينمون ولكن دارت ديبيستاج ماسيف يعني دارت في اكثر من في سمانه وقيل دارت اكثر من 300 ولا 400 الف يعني تيست هذا هو اللي راح يسوى يعني تكون دي ديسيزيون يعني ديريكت اغلق كل واحد للدار تخرج لبرا يعني عقوبات يعني اوبليغاتوار في الدار ولا دير دي بيستاج ماسيف هذا الخيارين لكن كدير خلاف دي بيستاج وجهة نظري هذه لا يعني شيء لانه المرض لحد الان ما عندوش دواء ما عندوش دواء يعني راهم يجربوا في بعض اللقاحات باين شكون اللي مريض اللي تينيرار تاعو ديروا حجر صحي لكن شوف كاين فرق في التكنولوجيا يعني الصين اللي دارت هذه التطبيقات او كوريا الجنوبيه غير الجزائر غير بعض الدول ما ديبيستاج اسكو عندنا احنا لي مويان ديبيستاج ياسر كاين وي ولكن ما يكفيوش إذا لا سوليسيون هو الحجر يعني أنا متفق يعني إفكتيف يعني متفق معك سيسلفو بالقوة بالقوة متفق معك يجب تطبيق القانون وبصرامة معك اليوم مثلا لي روتريتي اليوم لا بونسيون تاعهم دخلت شوف لا ماجوريتي دي بوست كيفاش لي روتريتي اون بليس هما اللي معرضين أكثر يعني أكثر من 60 سنة شوف كيفاش راهم تلايمين دايرين لا شانس ولكن يجب عذر الناس يعني ما نعرفوش الناس واحد محتاج واحد ما عندوش يجب التذكير اليوم أنه تم إنشاء لجنة لمراقبة متابعة ورصد كورونا فيها وزير الصحة فيها وزير الاتصال فيها عدد من الوزير المكلف بإنتاج الصيدلاني إلى آخره لرصد الانتشار المرض ومتابعته وتقديم بشكل آني المعلومة للرأي العام وللسلطات في الوقت المناسب فيها وزير الاتصال فيها وزير الصحة فيها عدد من وعلى رأس اللجنة جمال فرار مسؤول في وزارة الصحة مكلف بالأوبئة والأمراض المتنقلة لكن حال يعني لما نقارنه لو نشوفه يعطينا زملاء الطابلو أو اللوحة نتاع العالم حتى في الجزائر يعني فيه حالات شفاء فيه انتشار كبير للمرض نعطيه مثلا في إيطاليا مثلا الرقم نتاع الوفيات يعني ضخم جدا جدا 4800 حالة وفاة 4800 حالة وفاة شفاء 6000 حالة في الصين 3139 تقلبت من اللي كانت الصين البلد رقم واحد الآن أصبحت إيطاليا شفاء 59000 وفاة شفاء 59000 الشخص تعافوا من هذا المرض في الصين الآن الصين تحكمت فيه ما هو السر هل وضع أو عزل أو الحجر على المقاطعة نتاع خوبي فيها 45 أو 50 مليون شخص هل استعملت لقاح أو علاج لم تعلن عليه لا ندري ولكن فيه بارقة أمل من الصين لم يتم تسجيل اليوم الثاني أو الثالث على التوالي أي إصابة محلية وكل الإصابات القليلة التي سجلت مستوردة كما يقال أيضا عندنا
في إسبانيا 1375 حالة، في إيران 1556 وفاة، في إيران أيضا في 700 أو 7800 حالة شفاء. يعني فيه رغم أمل. في أمل يعني الواحد ماهوش الهول، ولكن الأمر جدي وخطر، يجب الاحتياط منه. نتمنوا أنه ما يرتفعش العدد إلى أكثر من 1000 أو 1200، لأنه في الحالة هذه يمكن السيطرة عليه وبالتالي نقلوا من حجم الخسائر قدر الإمكان. وحقيقة كان في إجراءات اتخذتها الحكومة كان يعني حقيقة أخرى، كان في بعض الولايات لربما ما يعني ما خذوش بالاعتبار هذه الإجراءات، ولكن حتى وإذا هي إجراءات يعني كما نقولوا احنا الصارمة، لا الوالي له الحق أيضا حسب الوضع في الولاية نتاعو أنه لازم يكون في حد من النشاط، ما تقدرش تحب النشاطات كلها، ما تحبش. لا حتى أنا في فرنسا، لأن حتى في فرنسا إلى حد الآن بعد القطاعات الاقتصادية والمنتجة مازال ما حبسوهاش، لأن لازم دعاوا إلى العمل إلى عدم توقف الاقتصاد في القطاعات الحيوية. لا لازم كما مثلا فيما يخص لاغرو أليمونتير، يعني فيما يخص مثلا كل ما يتعلق بالغذاء هذا النشاط حافظوا عليه. كذلك شفنا أن الحكومة الجزائرية فيما يخص المواد اللي تساهم في مثلا إنتاج يعني الغذاء كانت لها الأولوية في كما نقولوا احنا في تصفيه كما نقولوا احنا في تسهيل معالجه الملفات التي تتعلق بالاستيراد. يعني انا في رايي فيه جديه، فيه جديه في الاجراءات. يبقى ايضا ان المواطن لازم يقلل من التنقل، لازم يقلل يعني يتنقل للضروره، اذا ما كانش فيه كما نقولوا ضروره معينه ما يروحش. لكن للاسف يعني للاسف رغم الشعور العام بالوعي بهذا المرض مازال هناك بعض السلوكات هنا وهناك. شفنا عرس اليوم، عرس واحد حب يدير عرس يعني رايح للبشار، نعم يعني بليد البشار، نعم خطر كبير عرس كورتي، يعني رغم الخطوره مازال هناك بعض الشبان يتقام. لكن يعني بصراحه مش صحفيين، يعني على مستوانا نحن نتحدث على مستوانا، اتخذنا اجراءات بصراحه يعني اجراءات لتقليل العدد، لاستعمال وسائل التعقيم، لكل ما الشيء اللي نقدر عليه، حتى من ابتداء من الغد تنفيذا كاين عدد كبير من الزملاء راح يخدموا من المنازل، كاين اللي خذوا عطله، حتى لانه حتى لما يكون عندك مثلا فريق فيه ربعه وفر اثنين، لانه ربي يعلم برك ممكن الاثنين اللي راهم يخدموا ممكن يمرضوا ممكن لا، الله لا يقدر. وبالتالي هذه الاجراءات لازم تكون احنا نديروا اللي علينا، نستعملوا كل ما يمكن. يعني راح نطبق كما يقولوا على الاجراءات حسب الوضع نتاعنا، نعم. كمهنه، نعم. كوظيفه وحنا لازم نعملوا، ما نقدرش ما نعملوش لاننا نغطي الاحداث، ما نقدرش نكونوا غايبين على الاحداث. صح، بدو برك هذه ارقام نتاع حصيله انتشار نتاع الفيروس اخر تحديث تاع اليوم. الصين 81000، ايطاليا 53000، إيران 20600، إسبانيا 25000، ألمانيا 21000، كوريا الجنوبية 8000، فرنسا 12000. والملفت أنه الولايات المتحدة اللي كان الرئيس ترامب يستخف بهذا المرض وكان يقول أنه في أفريل اللي يروح سمش الحرارة تقضي عليه، وصل إلى 22000 مصاب، وعدد كبير من الوفيات تجاوزوا 200 وأظن 250 أو 260 حالة وفاة. يعني الأمر مازال جدي، يعني التغطية الصحية في الولايات المتحدة صعبة جدا جدا، على يعني الفقراء وعلى يعني بعض الفئات الاجتماعية. يعني ترفع ملاحظة حتى في الزملاء عطوها لنا، مثلا في كوريا لم يتم الإعلان عن أي حالة في كوريا الشمالية، في حين أنه في كوريا الجنوبية لاصقين مع بعض يعني جيران. كوريا الجنوبية نشوفوا الآن 8800 حالة، في كوريا الشمالية ولا حالة. وفي الدول العربية وهذا ملفت، في ليبيا لم يتم الإعلان حسب الزملاء واش قالوا لي، لم يتم في حالة حرب، في سوريا لا يوجد حرب، في اليمن لا يوجد. لماذا؟ لأنه بلد مغلق في حالة حرب، مكاش اللي يدخل مكاش اللي يخرج، وبالتالي هاي يعني لا توجد هل
لا ندري هل مخبيين في كوريا، في كوريا الشمالية يعني بق ما يزغون يعني والو وما يخرجوا ما يدخلوا غلق كلش أخلاق. ما رأيك أنت في حرية في كوريا الشمالية؟ هوية حرية كبيرة قالوا لك اللي مرض يقتلوها صافي خلاص. أو كثير من الناس عندهم فكرة تاع كوريا الشمالية ما يبولي في هذه الظروف. علاش ما نوافقش جاكون كيف كاين جدية؟ ما في حتى جدية في كاين شوية. أولا جاءت متأخرة من طرف السلطة، ما كانش جدية كوم سي نون با بخي لي شوز أو سيريو. ما كانش جدية. علاش ما كانش جدية؟ لأن لما تاخذ إجراءات متأخر معناتها ما كانش جدية. لما واش حتى في فرنسا الإجراءات اللي صراو حتى في فرنسا هاك شفت يعني من الصعب من الصعب. لا ولكن فرنسا متأخرة واش راهي دير؟ احنا لازم تكون عندنا شغل سيتون لوسون درس واش صرا في فرنسا وإيطاليا. من إلا استنينا نلحقوا 100 ولا 50 أكثر من 50 وفاة معناتها خلاص ما خرج من خاصة الانتشار إن خرج في كل ولاية 20-25 خلاص خرج من السيطرة السلطة يعني الحكمة السلطة وين تبين الحكمة تاعها ولا بون جيستيون تاعها يعني درك الآن في هذا الوقت الراهن قبل ما يخرج ما يكونش خارج السيطرة. لأن لو خرج الفيروس خلاص خارج السيطرة ما تقدر دير والو. سيت ان كونتونمون براتيكومون. نو ما كانش كونتونمون. روح أرواح قلت لك اليوم روح كاين لي كاروتيا اليوم كنت في تيزي وزوت شوف سيركيلاسيون نورمال غاشي خارج نورمال. أوركو سي سا. علاش السلطة ما تاخذش ما تكونش صرامة يعني تكون صرامة في كيفاش تأقلم مع الوضع. ما كانش اللي يخرج دير عقوبة سي سا. خلاف الوضع أنا معك أنا متفق معك مبدئيا لازم الصرامة وتطبيق القانون فورا واتخاذ الإجراءات بسرعة. ولكن كل الدول أنا تبحت أنا المصادر نقرا ورانا في وسائل الإعلام كل الدول بدأت بهذا الشكل في نعطي لك سيتونيرو اللي كيبداو بهذا الشكل لابخوف وين لحقوا شوف اللي يشوفوا حنا بصراحة يشوفوا صنع القرار اللي كاين اعتبارات كثيرة صرات فيهم. رانا نشوفوا واش راهو صاير. عندك معطيات لافونتاج اللي عندنا كاين معطيات ما تعرفهاش. كاين معطيات مثلا عندك بلد يستورد كل شيء لازم تاخذه بالاعتبار بلد يعني كاين حوايج انا لا ابرر ولكن مش بهذه السهوله. نعطي لك جزائر كبيره فرنسا وحنا شوف حتى انا الصحراء برك الصحراء باش توجد لها حتى الوضع تاعنا ممكن ما يكونش رايي ما يكونش خطير كما فرنسا او ايطاليا او اسبانيا. تعرف علاش؟ حنا مع الناس سياحة بلد تقريبا ما عندناش حركه دخول وخروج كبيره. يعني عندنا علاقه مع الصين في حركه تجاريه مع الصين وعندنا مع فرنسا واسبانيا وايطاليا يعني بشكل اقل. وبالتالي لانه باريس انت لما تشوف باريس فرنسا يزورها 70 مليون سائح في العام اسبانيا يزورها 80 مليون سائح في العام يعني ولا 75 مليون يعني الصين وحدها يعني مركز حتى كل التجاره في العالم يروحوا للصين. الوضع مختلف. وهذه نعطي لك مثلا في بريطانيا حتى رئيس الوزراء جونسون هذا كان يقول حتى قبل ايام حتى الان ما كانش اجراءات ما كانش الكونفينمون ما كانش العزل وكان يقول خليوا الناس حتى في المانيا نظن حبوا يجربوها يخليوا الناس هكذا حتى يكسبوا مناعه اوتوماتيكيا يسموها مناعه القاطع. انا قريتها مناعه القاطع اول مره سمعت بهذه الكلمه. لماذا خلي الفيروس يضرب ونضحي بعدد كبير من الناس من أجل أن يكتسب سكان الإنجليز مناعة أوتوماتيكية ضد هذا الفيروس. هذه سياسة حكومات الحمد لله احنا لحد الآن ممكن جاء القرار متأخر ممكن جدا ولكن فيه قرار ونتمناه غدا تطبيق القرار بصرامة. هذا إذا كان نحملوا جزء من المسؤولية للحكومة اللي تأخرت لازم نحملوا جزء من المسؤولية لروحنا. حنا يا خلاف بعض الناس يقول لك نخرجوا بلادنا ونخرجوا كما نحبوا رغم انه ماهيش قضيه حريه وتاع تخرج كما تحب. حنا مسؤوليتنا جماعيه الان الحمد لله تاخذ اجراءات نتمناو من غدوه يبدا تنفيذ صارم للاجراءات تطبيق القانون لانه النصوص التنفيذيه صدرت اليوم اظن وحتى المجلس الوزراء حدد يوم الاحد اول تاريخ لبدايه تنفيذ هذه القرارات. نتمناو حتى نحجموا من هذا. يبدو لي انه انا اتوقع انه يرتفع العدد
ممكن نوصل 1000 1200، ولكن اذا وصلنا لهذا الرقم وما تجاوزناش الحمد لله رانا في يعني في خير مقارنه بدول اخرى اللي عندها 10000 12000 او اكثر. ولكن لان احنا رانا في علاش رانا في خطر اكثر من الاخرين، لان احنا رانا في المعدل في الوفيات مثلا رانا الاكثر في العالم، في الاكثر رانا في 10% في العالم يتسمى كل واحد كل 10 اصابات عندنا وفاه وحده. سي فريمون سي انورم. وعندنا دانوتر كوتي لافونتاج، لافونتاج سي كو شغل سبقونا، رانا نشوفوا سبقنا في دول واحد اخرى. مصر كيف كيف يا اخي، مصر ما عندنا ما عندهاش يعني سياحه كيما حنا ولا، ولكن هاو الموتى كل يوم يعني نشوفوا ليكزومبل من مصر. وي ولكن ماشي كيما اوروبا، 12 مليار دولار، 12 مليار دولار في العام اللي فات، ماشي كيما باري ولا روم، ماشي كيما باري، ولكن من اول اول بلد عربي وافريقي في السياحه. وي ولكن ماشي كيما باري ولا روم ولا برشلونه ولا. لذا ان الجزائر ما خذتش بعين الاعتبار والسلطه ما خذتش بعين الاعتبار هذا الخطر، والله رانا رايحين للحيط كما يقول. لان الشعب لان الشعب كاين كاين وكاين، كاين اللي يفهم كاين اللي كما قلت بصراسو يقول لك انا نخرج واش فيها ليسونسيال ما نشوفش. ما تكونش هناك صرامه، ما تكونش هناك يد يعني ضرب فوق الطابله، والله ما المشكل كبير جدا. لا الوقت الوقت المخصص للجزء انتهى، نروحوا فاصل ومن بعد نعطي لك انت تبدا من الجزء الثاني. نتناول في الجزء الثاني قرارات الحكومه واجتماع مجلس الوزراء غدا اللي راح يدرس قانون ماليه تكميلي لتدبير او اعاده نظر او اداره الشان المالي للمرحله المتبقيه، وكذلك الوضع المتعلق بكورونا. فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. اهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك. انقل الكلمه مباشره الى عبد الوهاب جاكمون. انا واش نحب نقول، لما مثلا رئاسه الحكومه ولا رئاسه الجمهوريه دير مثلا اجتماع دير بيان، انا بالنسبه لي البيان في حد ذاته هو قرار، هو قرار. اذا الولات ما يستناوش حتى تكون فيها كما المراسلات اداريه ولا باش قال نطبق، لا فيه كما نقولوا احنا اجراءات البيان صدر انت. لا ولكن فيه نصوص تنظيميه، معليش فيها مراسيم تنفيذيه. معليش معليش يعني بالنسبه لي البيان في فونكسيون اوسي كما نقولوا حنا دينستريكسيون، حبينا ولا ما حبيناش. دونك ما نستناوش هذاك العمل الاداري البيروقراطي. لازم تستنى عبد الوهاب، لازم لا اذا الحكومه دارت قرار وقف وقف النقد لازم تعطي له نص نص قانوني يطبقه. لان في هذا الظرف، لان الظرف استثنائي، رانا كما نقولوا رانا في ظرف تاع حرب، في ظرف تاع حرب يعني نقولها بكل صراحه. زيد الشيء الايجابي اللي شفناه ولاحظناه في الايام هذه في اليوم مثلا، هو انخفاض اسعار بعض يعني كيما نقولوا احنا المواد الغذائيه بعد كيما نقول تدخل الحكومه. لان شفنا الكثير من يعني الجهات وين المضاربين حبوا يستغلوا هذا الوضع. مع العلم انا كنت في لقاء مع فلاح يعني ينتج ماده البطاطا ومنتوجات اخرى، قال احنا يعني المنتوج متوفر، واحنا مثلا البطاطا قال لك كاينين اللي باع الكيلو تاعها ب 25 دينار يعني في الاونه الاخيره، يعني احنا كي بعناه ما بعناش بسعر يعني صحة. قال احنا ما تفاجئنا لما شفنا مثلا سعر تاع البطاطا وصل الى حتى يعني 90 دينار 100 دينار 100 دينار. قال يعني احنا قال لي بكل صح. زيد قال لي هاد اليامات هذا الشيء اللي رانا الشيء اللي راهو في السوق هو فيه تاع التخزين بالاخص تاع التخزين، ولكن هو قال لك وصل للمنتوج تاع تاع الشتاء. اذا غدوه راح يكون فيه تغطيه يجب واسعه يعني يجب التنويه ايضا بالدور يعني دور تاع نعم لا تاع وزاره التجاره بصراحه يعني. ويجب التنويه ايضا بدور المواطنين اللي يعني قاموا بند ادانه المضاربين ودخلت قوات الامن والشرطه وحجزت كثير من المواد يعني بصراحه احيانا. لماذا؟ لانه شفنا حتى لعبوا دور بعض المنتجين تاع لاغرو اليمونتير دي جروب كبار
يدخلوا بداوا يراقبوا حتى هما في رفع الاسعار وهبطت الاسعار يعني طلعت سمانه ولا وعبدت هبطت، وهذا يدل على انه اللي ينقص في بهذه البلاد هو التطبيق الصارم للقانون يعني العصا يعني اللي ضارب ويرفع. لو نكملوا بهذه الوتيره هذه على المدى العام ما يخش يرفع الاسعار شهر بيه حتى في البيان تاع رئاسة الجمهوريه يقول لك لازم تمشي الوزراء يقول لك لازم تشهر بيه اللي يستغل هذه الفرصه ويغلي بطريقه غير عقلانيه في الاسعار يجب التشهير به وتقديمه للعداله يعني. ولكن نتمنوا ان هذه الاجراءات تروح على العام مش ظرفيه على العام علاني سي بورسا. احنا شي كنا نقولوا بلي المسؤوليه هي للسلطه، الغلطه تاع السلطه وليس للشعب. هاو يا اخي الاسعار هاو طلعوا يا اخي ما تبدل الشعب ما تبدلت السلعه، ولكن هاو انخفضت اليوم البطاطا لا ميور هذه كاع راهي ب 40 50 دينار 50 في تيزي وزراء 52 دينار ما تبدلش، ولكن السياسه تاع السلطه تبدلت. كان هناك خاصه لما شفنا هناك يعني القوات يعني السلطه يعني بالاجهزه الامنيه ووزاره التجاره راحوا يعني المحلات ويعني كانت زدمات كما يقولوا، ولقوا العجب لقوا العجب يعني المضاربه في الاسعار. لذا فالغلطه هي في السلطه لا لابليكاسيون تعود للسلطه هي اللي ما دارتش خدمتها. ماشي الان ما نقدروش نقولوا لها يعطيك الصحه يا السلطه، نو نقول لها بلي ما درتيش خدمتك في هذاك الوقت في هذاك هاو لا بروف الا فين تيتي فور برك هاو يعني المارشي ولا كيما كان الحمد لله. احنا سبا بور دوني دي بون بوان باش قال باش يعني كيما نقولوا لا 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 يا وسي لامبليكاسيون تاع لي سيتويان سيتويان باسكو علاش كنت سامحني صارمه يتبع يطبق القانون لما تكون هناك صارمه يطبق القانون. لا نقول لك حاجه لامبليكاسيون يعني تدخل المواطن راح يسهل كثير تطبيق القانون بكل صراحه. نقول لك في عدة شوف مثلا في بعض البلدان المواطن لما يشوف مثلا المنتوج هذاك ماهوش بسعره الحقيقي ما يروحش يشريه. وي هذيك درجات واحد اخرى لا لان لما كانت السلطه بالخطاب فقط الشعب ما يتبعش. ما نقول لك الشعب ما نقول بعض التجار وبعض لي غروسيست اوسي ما تبعوش لما كانت خطابات فقط. اما لما كانت راحوا لا جوندارموري اللي سيرفيس تاع وزاره التجاره صدموا راحوا لي ماغازان وحوسوا وداو الناس للحبس السيزه والسلعه هنا بدا المارشي ولا البلاستو. لذا السلطه يعني في صوالح كيما هادو حتى في كل يعني المجالات السلطه اللي لازم دير خدمتها. السلطه هي اللي تفرض لازم تفرض المنطق تاعها وليس الشعب اللي شوف نعطي لك الوضع خاص. انا في جزء متفق معك خلاف، ولكن في جزء هناك امور اخرى. علاش نقول لك الامور نسبيه توتي ريلاتيف كما يقال. في الحاله نحن الان في حاله تقريبا حرب، نحن في حاله أزمة يعني معروفة. نعطي لك في حالة السلم في حالة العادية دور تاع مراقبة الإسعار ماشي الأمن ماشي الشرطة سي الدي سي بي سي مصالح مراقبة تاع وزارة التجارة. هو الوضع الآن اختلف، الآن انتقلنا إلى وضع آخر. هذا يحدث في كل الدول في العالم. أنا متفق معك مثلا مصالح وزارة التجارة يجب أن تلعب دورها على مدار العام. أما الشرطة هذا مش دورها بصراحة، مراقبة الأسعار مش دور تاع الشرطة وتاع الأمن. الآن راه في وضع خاص جدا. لماذا الشرطة دخلت أمس في المدية، دخلت في كثير من المناطق؟ لأنه الناس تصلوا، الناس أدانوا ولا مواطنين. هذه لا سيتوينتي. الآن رانا في محنة، أي واحد يضر مصالح الناس يدينوه. لما المواطنين تصلوا دخلت مصالح الأمن. ولكن في حالة السلم لازم ثاني المواطن يلعب دور. في فرنسا ولا في إسبانيا فهمتش علاش العدس يدير 1 دينار 20 1 يورو 20 باغ إكزومبل يقعد 1 يورو ما يتبدلش غير في الجزائر. وكون يتبدل لا التاجر ما تجي في مخه يبدلوا ولا ما كاش. ولكن حنا تشوف نعرفوا بعضنا بعض كما قال لك نعرفوا بعضنا بعض والحمد لله يعني كاع نعرفوا بعضنا بعض. وبالتالي الامر معقد مش سهل. نتمناو انه كما يعني ننعنوا بليس كما يقال خاصه في المحن. ان في محنه وعلبك اليوم شفنا الشيوخه يعني لي ريتريتي مساكن دايرين لاشين ربي يعلم علاش رغم الكورونا والاجراءات، ولكن ممكن كان ما عندوش تالي عنده هذاك وصالير تاعو هذاك مسكين هذاك واش يعيش. لازم نعذروا الناس. يجي انت واحد ما عنده حتى ظروف مناخ او ارتفع الاسعار او الضرائب ارتفعت والو حتى يطلع لك السعر. ان البريد المواصلات اخذت بعض القرارات يعني ما فهمتش انا
اخذت بعض الاجراءات باش تسهل حتى على المتقاعدين باش يحصلوا على يعني التقاعد نتاعهم. ما فهمتش يعني ما شفنا نعطيلك مثلا وزارة التربية او الكشوف يعني لي بولتان تاع الاطفال قال لك نبحثوهم بار 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 باركوري باركوري ماشي قاعد عندهم الماي الناس باركوري يجيو المدارس يقول لك ما نقدروش لانه باركوري فيها مصاريف والعدد الضخم تاع التلاميذ مبالغ ضخمة ما عندناش. هذه أزمة يعني هذه الأمور تمشي في حالة العادية ولكن هذه الأمور تقع في الأزمات في مثل هذه الظروف. نروح الآن إلى مجلس الوزراء. يعني غدا يتم اجتماع لمجلس الوزراء يخصص لمشروع قانون المالية التكميلي وكذلك لوضع دراسة آخر تطورات لوضع في الخاص بكورونا. قانون المالية يأتي في ظرف صعب جدا تكميلي قانون يعتمد ممكن في جوان القادم في ظل انخفاض كبير لأسعار النفط هبطت حتى إلى ما قل 25 دولار للبرميل. يأتي في ظل كورونا ومواجهة كورونا يطلب أموال وهذه الأموال تضغط على ميزانية الدولة. هناك بعض المعلومات يعني رغم انه الانخفاض كبير تاع الاسعار وانخفاض ايضا في الانتاج والانكماش في العالم هناك تقريبا 7 ل 8 مليون برميل زياده. هناك البعض يتساءل وكنا قلت خلاف انت قبل ايام انه يجب الدوله توقف على انتاج بعض الخبراء قالوا انه يجب على الدوله. هذا غير صحيح نقول لك علاش يعني يجب علاش قلت لك لازم تكون عندنا المعلومه صحيحه باش نهضروا ما لازمش نهضروا بدون معلومه. نعم قلت بلي كاين خبراء قالوا انه يجب على الجزائر ان تتوقف يعني راي خبراء في الاقتصاد. شوف لانه سعر الان تكلفه هي ما تسمى راهي في الخساره. لا ما كاش خساره نقول لك علاش لا معروفه لانه انا نقرا شويه نتبع هذا الأمور. سعر التكلفة في المعدل الوطني لسعر البرميل في الجزائر 14-15 دولار. فيه مناطق الكلفة تاعو 3 دولار. وزميلنا صديقنا ياسين مرزوقي لو هنا يعطينا أرقام لأنه يتبع هو وقرينا كاين مناطق مثلا في بركين الكلفة تاع البرميل تكلف 3 دولار. كان في مناطق 5 دولار، كان في مناطق 10 دولار، كان في مناطق 15 دولار. كان مي لا مويان المعدل في البلاد هو 14 دولار للبرميل. ماشي 26 دولار. 14 هذه ارقام ممكن يعطوها لنا حتى الخبراء في الجزائريين في يعني لما يوصل. حسب الخبراء 26 دولار. هذا غير صحيح انا قلت لك حسب ما قلت المعدل 14-15 مليار دولار وعفوا دولار للبرميل. يعني ممكن غدا يقولوا لنا الناس اللي راهم يشاهدوا فينا يبحثوا لنا قالوا لنا راكم غالطين ولكن هذا انا واش قريت واتصلت وشفت الأرقام. يعني حتى ب 25 دولار للبرميل ما راناش خاسرين ما لازمش نوقفوا انتاج حتى ب 20 ما نوقفوش. السعوديه مثلا كلفه تاعها نتاع البترول تاعها من اقل تكاليف في العالم لانه بالك البترول عندهم مش غامق بالك 2 متر 3 لا ادري يعني راني امزح ولكن 3 دولار 3-4 دولار. تصريح تاع ولي العهد السيد الامير محمد بن سلمان يقول انه الكلفه من اقل تكاليف تاع الانتاج في العالم. والبترولوجيست هو اللي غالي. نعم اللي غالي يعني. نتمنى على كل حال الان مجلس الوزراء لما يدرس مشروع قانون الماليه في هذه الظروف ايجاد او اعاده توزيع او ايجاد المداخيل لاداره ما تبقى من السنه لانه قانون الماليه تاع 2020 داروه قبل الحكومة السابقة الحكومة تاع السيد نور الدين بدوي. لا ندري الآن راح دراسة مثلا الجباية كيف إعادة توجيه المصاريف تاع الدولة كيفاش تتوقع أنت عبد الوهاب جاكو؟ أولا بما أن الأمر يتعلق أنا دائما هذا هو الملف اللي يهمني أنا بكل صراحة بما أن الأمر يتعلق بالعملة الصعبة إذا لازم فيه ترشيد الاستيرادات لازم في هذا الظرف نجيبوا ما هو ضروري. لكن ما كانش الكيوي وما كانش البنان لازم يعني المواطنين كما يقولوا يتفاهم هذا الوضع يعني بكل صراحة. إذا كان ما ناكلوش البنان كما قال زميلنا الجينيراسيون بانيني احنا ما جينيراسيون بانان ما ناكلوش البنان اخويا ما كانش الوان ما نجيبوش. لا قال سيدي لوقت يعني معين قال سيدي
قالت 3 شهور شهرين 3 شهور حتى يعني نهزوا روحنا شويه. ولكن ممكن الجماعه اللوبيات تاع البنان يزحفوا يعني كبير يعني كان عندهم وزراء في الحكومه السابقه ضغوطات كبيره تاع البنان في اموال ضخمه يعني. درك يا استاذ درك يا اما هذه العمله هذه نستثمرها في الامور اللي درك احنا ماناش كيما نقول الاخر انا في كيما نقول وقت رخاء رخاء لا لازم نفكر يعني عندنا درك المداخل تاعنا هبطت نظن 5 ملايير في التريمستر الاول ولا نعم 5 ملايير نعم هي ولا 5 ملايير هذوك نوزعهم غير في الماكله ولا وفي الامور اللي لا بالعكس لازم كيما نقولوا جزء منها نستثمروه في الاقتصاد ماشي راح درك حاجه ما عندناش الاموال باش يجيبوا البنان ما ناكلوش البنان سيدي إيه سيدي وعلاش ما فيهاش عيب كاين فيه كاين فيه اولويات كاين فيه هذا هو الاقتصاد هربنا من اللي يقول ما لازمش تاكلوا الياورت جاكون البنان ما لازمش ناكلوا البنان يا جاكون هذه مسؤوليه السلطات تلقى حل كيف الشعب ياكل البنان ياكل ياورت بسعر عادي نورمال كيما راه السلطه في يعني مجبره باش يكمل الوضع يعني الوضع المعيشي للمواطن كيما راه ولا اقل يعني حنا الناس اللي انتخبوا على الرئيس تبون باش تكون المعيشه ميور باش تكون اون ميور الجيري مي سورتو يعني وضع اجتماعي اكثر بالبنان وبالكيوي وبالياورت وبكلش السلطه هي اللي لازم تلقى حل كيفاش يعني دراهم ما كانش حتى الرئيس تبون قال لك يا اخي مثلا دراهم اللي يجيو اللي تاع العصابه قال لك عندي خطه باش نجيبهم مرحبا سي المومون اونونا بزوا يلقى كاين دراهم في الجبايه في كاين خطره درت حوار مع بشير مصيطفه الوزير الحالي يعني اعطى حقيقه اعطى لي حلول يعني مليحه واقعيه ونقدروا نخدموا بها في الجبايه مثلا ولكن ما نديروش السيتويان في ليتو باش شوف خلاف والله انا دائما نختلف معك لانه اولا ولا واحد دار المواطن في ليتو في ليتو خليني نقول لك حتى هو ما قالش ليتو قال ما ناكلوش البنان شوف دقيقه برك ماشي هكذا شوف انا خليني انت هدرت واحد ما قطعك شوف اولا الجانب الاجتماعي تاع الدوله يعني الترونسفير التكفل بالحياه الاجتماعيه والطيب هذا لا يمس حسب برنامج الرئيس تبون بصراحه هذا ما راناش نبالغوا هذا موجود ثانيا هذه ازمه طارئه تاع النفط هذه أزمة طارئة تسبب فيها صراع بين روسيا وبين المملكة العربية السعودية وتسبب فيها كورونا وربي برك اللي كان يعلم احنا ما نعلموش جات أمور طارئة لا أحد كان يتحكم فيها كل الدول الآن عندها ضغوطات رهيبة بهذا المرض ثالثا كورونا تسبب في انكماش الاقتصاد العالمي الطلب على النفط انقص حرب بين الروس والسعودية طلعوا في الانتاج هبط هذا وضع حساس وخطير المستهلك اكبر من اكبر اقتصاد في العالم حبست الحياه فيه رغم هذا بكل صراحه تجني ماشي مليح رغم هذا ولا واحد قرا نديروا اللي طوال المواطنين خطاب الرسمي يقول لا يمكن المساس بي بالعكس دوك نعطي لك مفاجاه برك نحبوا ننساو احنا لا يمكن المساس بالاسر او اللي عندهم دخل ضعيف ثالثا وشفنا التزام وممكن هذا يظهر غدوه والايام القليله رفع الضريبه نحيوا الضريبه على الاسر اللي عندها 3 مليون سنتيم هذا في الرخاء ما كانش في الرخاء كي كان بوتفليقه عنده 1000 مليار ما كانش ما داروش الان في ظل الازمه ممكن جدا يديروه ماشي مليح تجني انا مانيش ندافع على النظام انا نحكي وقائع الان وضع خاص استعاده الاموال من الخارج تعرف دارت في نيجيريا دارت تجربه في مصر تاخذ عده سنوات مش خاتم سليمان قال نجيبوها الصباح نجيبوها واحده جبايه شوف جبايه انا معاك الجبايه لازم تدخل جبايه هنا اللي عندهم الاموال ما دخلوها الشركات اللي ما خلصوش لازم تدخل ولكن هذه بروسيس تاخذ كاين اجراءات اخرى انا نقول لك مثلا انا من الناس اللي معاك نطالبوا ب تفعيل الجبايه مش الجبايه العاديه
واستعمال هذه البطاقات هذه للقضاء على السوق الموازي. لازم انا نقول لك قرار تاع ست شهور يا نمشي بالبطاقه في اثيوبيا في مصر في تونس في المغرب قابل البطاقات غير احنا دير قانون وفر تقنيه اللي لازم. ولكن يعني هذا وضع طارئ لازم نعيشوا فيه نسيبوا الحلول. لما تقول السلطه لازم تجيب البنو الكيوي يعني انا مانيش ندافع على السلطه عندها حلولها دبرها بالحلول تاعها اللي تساعد المواطن. لازم الشعب يعيش اذا كان احنا نضحوا هذه ازمه هذه بنان ولا هذيك شغل ما لازمش ميم بان نضحوا سي لا فروي ولا خلاص سي لا ليمون. ما نقولوش لا ليمون دو باز رانا في بلاد اون الجيري في 2020 ما نهضروش على لا ليمون دو باز ما نهضروش على الفارينه ولا هادو خلاص باين نهضروا على رخاء المواطن. ما نقولوش يعيش في رفاهيه ولا ولكن يعيش باحترام توفر له كلش وحوس كما لان السلطه السابقه كانت رايحه ديرها هكذا كانت رايحه شغل تنمي اقتصاد الدوله على حسب جيب المواطن. جيب المواطن خليه كونترير الى دار الى ينحي ليرجي كونترير حاجه مليحه باسكو الى ينحي ليرجي يعني الضريبه على الدخل وتولي تحت فوق 30000 دينار تولي السالير مليح راح يعوضها في جهه واحده اخرى ما تكونش اون بيرت لان هذه هي لا بون جيستيون. لا بون جيستيون هذه لما ينحي الضريبه على الاسر اللي عندها 3 مليون سنتيم مليح ولا ماشي مليح. بيان سور الحمد لله هذا ممكن واش راح يكون يعني واش تقول لي واحد ما قال لي يجب عدم تخويف كونترير لازم يكون يكون اجراءات من هذا القبيل تزيد لي السالير باش المواطن الجزائري يعيش في كرامه يعيش في يعني كيما راهو حايب. اكيد هذا مطلب الناس كاع ولكن لما تكون في محنه في ازمه شوف نعطي لك الان في كل الدول يعيشوا في ضغط. في فرنسا داروا لي دي جون سانيتير خسروا 45 مليار دولار اورو للاقتصاد الوطني. نعطي لك مثلا قرار تاع يجب امور ايجابيه يجب نثمنوها يعني مش كلش اكحل 50% من اللي ما راحش يخدموا ابتداء من الغد مدفوعين الاجر نتاعهم منين من الدوله من الدوله خلاف لازم تفهم هذا شيء ايجابي ام لا؟ باوي هذا واش قلت انا هذا واش قلت الدراهم اللي تخبيهم الدوله بور لي تخوفي في لي مومون هذا لازم نلقاهم في لي مومون هذا اجراءات شوف احنا او اجراءات مليحه لما تكون اجراءات مليحه نقولوا مليحه ثق باللي لما تكون اجراءات مش مليحه في هذا البرنامج نقولوا اجراءات مش مليحه ولكن لحد الان لم يتخذ اي اجراء وهذا ولكن يقول لي لم يتخذ اي اجراء ضد الشعب خاصه عامه الشعب الجزائري دون با لي خطاب رئيس تبون بصراحه يركز عليها دائما الجزائريين المحقورين المغبونين وحمي قصهم عندك ازمه ولا ما عندكش ازمه هذا في حد ذاته ايجابي لازم نثمنوه ما تقوليش لازم تجيب الكيوي والبنان الى اخره رغم انه هذا تفاصيل. تفضل والله استاذ يعجبني هو كان يقول باللي عن 100 مليار دولار دخلت وما درنا بها والو 1500 ولا 100 دينار مليار دولار انت يا رحمة بك كل عام 60 مليار غير استيراد احسب 60 مليار كل عام سوارد نتاعنا المال نتاعنا باش نقول ولا سواردنا راحوا غير في الماكله من برا فهمت ولا عدنا نجيبوا الحجر عدنا نجيبوا الشيفون نجيبوا كلش يعني وقال حاجة وكاينين الناس بعض الخبراء في انذاك قال راه يتبدر في الاموال باش تشري السلم الاجتماعي واش هذا واش كانت دير لا لا سمعني الى في ذلك الوقت هذا واش كان يفو سافور سكون فو الان تغيرت المعطيات يفو سافور سكون فو ما جبناش ثاني انا مانيش انا ما كانش واحد يحب الرفاهيه تاع الشعب كما سي عبد الوهاب جاكون ما نقولش انا لازم نجوعهم بالعكس ولكن يا دي سيتياسيون وانت دو فار دي ساكريفيس الا كان هذاك ما نعرفش قداش يعني الميزانيه تاع البنان ما نعرفهاش ولا تاع الكوي ما نعرفهاش قداش مي اخويا الا كان غدوه تسمح لي باش ان نجيب كما نقول الاخر الات ولا يعني للصحه ولا للانتاج لما لا قال يا خويا نجوع اليوم باش غدوه نشبع هذه امور ترى ماشي يعني كما يقول الاخر قال هذه ستادير سي بوليترنيتي نو سي با بوليترنيتي كاين وضع خاص لازم نواجهوه عندنا شويه كما يقول الاخر كموسه هذيك فيها شويه سوارد نعرفوا كيفاش كما يقولوا احنا نستثمروا برك ما قلتلكش انا يا استاذ ما قلتلكش انا لازم 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 وشي لازم لازم هيا سيدي انت تحكم في سوق البترول ماكش انت تحكم فيه
حبيت ولا ما حبيتش، ماكش انت اللي تحكم فيه. زيد عندك اقتصاد مبني فقط على البترول وعلى المبيعات تاع البترول والغاز، ما عندكش اقتصاد اخر، ما عندكش اقتصاد اخر، ما عندكش اقتصاد، عندك غير واش يجيك من الوعد درك. اذا لازم واش قلت انا، ترشيد في الاستيراد، في الاستيراد. معليش يا سيدي ما عجبكش الحال، ما نحيوش البنان وما نحيوش الكيوي، اي كاين بعض الامور ما نجيبوهاش، كما الكيسان، كما الصحونة، كاين الحوايج، شيفون، الحجر. ولكن انا واش راني نقول باللي في السلطه السابقه كانوا سيدي جيرون شغل، باسكو كاين فرق بين لما تكون يعني تحكم بلاد وتسيروا يعني بعقلانيه وبحكمه، ولا تسير برك اون جيستيون، يعني تسير دراهم اللي يدخلوا اللي يخرجوا، لان الحكمه والراهي هي في يعني في يعني ماشي في كيفاش تقول دون لينوفاسيون دون، لازم تلقى حلول، فوال ابتكار وتلقى حلول، ماشي تجيري برك، تجيري السلطه كيما راح دراهم، يعني كوم ان ايبيسي، عندك شحال تدخل شحال تخرج جيريهم وخلاص. ولكن الان الجزائر محتاجه اللي يعني واحد اللي يعني يلقى حلول، يعني ما تنحيش هذه باش تعطي لي هذه، تقدر تخلي هذه وتلقى حلول واحده اخرى. انا متفق معك في هذه، متفق معك، وبصراحه لانه رجل السياسه هذا هو، تدير ما يبقاش يجيري في، ولكن يلقى حلول للازمات نتاعو. بعض النقاط المطروحه اذا طبقت كما يجب ان تطبق ممكن تكون ايجابيه. نعطي لك مثلا قضيه البطاقه هذه، مثلا قضيه اعاده نظر في طريقه تحصيل الجبايه، هذه امور ممكن جدا تكون فعاله. طريقه تغيير دعم قطاع الفلاحه مثلا، تغيير طريقه اداره قطاع السياحه، لانه انا معك في لانه مثلا السياحه لازم تكون صناعه، الا ما دخلتش دراهم ماهيش الفلاحه. نقول اذا ما وصلناش الى برامج يعني تحقيق اهداف، او بدون شك في برامج يعني نعطي لك دعم، حتى الدعم هذاك لازم يتغير، هذا الدعم تاع دراهم ما تعطينيش دراهم، الدعم الفلوس لازم يتوقفوا. دعمني في في في, في المزايا الضريبيه، دعمني في لي سالير، دعمني في امور كثيره، ولكن ما تعطينيش دراهم. واحد تعطي له 2000 مليار تقول له روح خدم لي السويد، يديها واحد يشري فيلا في باريس، واحد يشريها في اوتيل فندق. الطريقه لازم تغير، يبدو لي انه فيه احساس بهذا، سنرى. لانه في بدايه يا خلاف عندنا 3 اشهر ملي مع النظام الجديد، 4 اشهر انا لا ازكيه، ما نعطلوش هذا النظام كارطه بيضاء، يعني اذا حقق انجازات نقولوا حقق انجازات، اذا ما حققش والله نقولوها، لانه الهدف تاعنا هو يتحقق يا ما يتحققش. لحد الان توجه معقول جدا، للاسف طاحت مع أزمات خانقة في العالم، كورونا والجفاف والبترول. البترول اليوم شفنا صراع بين 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 الأمريكان والروس والسعوديين، هذه امور يلعبوها الكبار. حنا رانا حلول مثلا لا سوبفونسيون، يقدر بقانون فقط، يعني اليات يلقى حل كيفاش لا سوبفونسيون، الدراهم كيفاش واحد يعني ملياردير يخلص باقيطة تاع الخبز ب 10 دينار كيما واحد سالاري. قال حرفيا رئيس تبون، قال حرفيا 30% من قيمه الدعم ستعاد النظر فيها، مش الغاء الدعم ولكن اعاده توزيعه بطريقه يستفادوا منه الفقراء واصحابه. انا متفق معك تماما في هذه، ولكن هذه تاخذ اليات، تاخذ وقت، ممكن 6 اشهر ممكن لا ادري، ولكن تاخذ وقت. في نصوص، في قوانين، في دراسات، في حسابات، في دي كالكول، فيه عدد الموظفين، عدد العمال، عدد كل واحد سميك ممكن رفع. هذه الامور تاخذ وقت، يعني لا يمكن بكل صراحه، يجب مراعاه هذه الامور. ولكن في المحصله انا متفق معك في جزء كبير من الموقف تاعك. تفضل. كاين حاجه واحده لربما هو يجهلها في التحليل، لما تكون عندك برجوازية وطنية، الناس عندهم أموال ويحبوا بلادهم، ما يهربوش الأموال. حاول فرق، روح مثلا رجل أعمال في فرنسا يروح يضرب البلاد نتاعو، ما يضرش بها. حنا يفكروا كيفاش برك نبقاو في الاستيراد وندخموا الفاتورات، هذا هو. مثلا في فرنسا البرجوازي اللي عنده الأموال يستثمر في السينما، يستثمر في الثقافة، يستثمر كل، عنده قيم، عندهم قيم، ماهمش بقارة، فهمت؟ البقارة هو اللي يفكر باش يهرب الصوارد برك، فهمت؟ هاو شفنا، لأن المسؤولية ماشي فقط مسؤولية. أنتم دفعتوا على القطاع الخاص، قالت هذا القطاع الخاص هذا هو المخرج للبلد،
هاك دي القروض وعلى الاخر هل البلاد استفادت؟ هل البلاد استفادت يا استاذ خلاف؟ سامحني، لان حتى الاشخاص عندهم مسؤوليه لوطني وطني، اللي حب بلاده يحب بلاده، اللي حب صح نقول لك فيه مسؤوليه تاع الدوله، فيه مسؤوليه تاع الحكومه، ولكن ذلك ايضا الاشخاص. فهمت ولا؟ كاينين الناس واحد السيد يقدموه لنا هو يعني لوم دافا لو بي بارفي، ولكن السلطه هي اللي كانت تمد له دراهم، تمد له دراهم ويهربهم يهربهم، ماشي لافوت تاعو. تزيد له تخفف له الضريبه، ماشي تخناي فوالا فوالا، لافوت تاع السلطه، الغلطه تاع السلطه اللي عطات له دراهم وعطات له الاليه باش يخرج دراهم. علاش؟ اسمع، اولي شبعان ماشي شبعان، سيدي نوفوري شفناهم كاع، سيدي نوفوري من والو ولا لا بليبا، شبعان شبان. نقول لك لإنسان يفكر كيفاش فقط يدي الديفيز ويحطهم برا ويقري ولاده برا، فهمت ولا؟ وهذه نقول لك حاجة، حتى أحيانا تلقاها هذا الإحساس هذا، تلقاها حتى في بعض عند المثقفين وعند يعني الناس اللي في الفئات المتوسطة. نقولها بكل صراحة، هذه مرض جزائري، نقولها بكل صراحة. شوف انا نختلف معك جاكون في هذه النقطه، نختلف معك، نقول لك علاش، نقول لك لسبب بسيط، مش نختلف معك في بعض المعطيات ممكن نتفق معك، ولكن في كل العالم رايي في كل العالم، الدوله او الحكومات، الدوله مش الحكومه، الدوله تساعد المؤسسات. شوف المؤسسات في وضع الازمات، ولكن انا نقول لك بما فيها القطاع الخاص، والقطاع الخاص لازم يكون وطني، صح؟ القطاع الخاص الوطني والقطاع العام يجب ثانيا تروح لنا من راسنا لدي تاع القطاع العام، اعطي له 1 مليار دينار، 100 مليار 200 مليار، تعطيها له المدير سوء التسيير ياكلوها في عام، وبعد الدوله تعطي له. ويحيى النظام السابق قدموا للقطاع العام ملايير الدولارات، وتعطي له مثلا 200 مليار 5 مليار دينار، يعني 5000 مليار سنتيم، العام الجاي يقول لك فلس باش تحافظ على العمال وكذا. ماذا هذه سياسه مهبوله، هذه سياسه مجنونه. والقطاع الخاص، حتى القطاع الخاص كيفاش ما نحيلوش الضريبه؟ ما نحيلش الضريبه، ما نمدش الدراهم لا القطاع الخاص ولا القطاع العام. انا اساعد المؤسسات في الازمات، ممكن نعطي لهم دراهم او مش دراهم، نعطي لهم تخفيضات، تحفيزات في الضريبه، في لي شارج، في لي تاكس، في حتى في التوظيف. ولكن العقليه اللي كانت عندنا احنا، مد دراهم تعطي له يعني واحد، تعطي له 1000 مليار، تقول له يعني انتج لي مليون ريال تاع حليب، يديها يروح لمدريد يشري فندق، ولا باريس يشري فيلا. سامحني، متفق معاك يا استاذ، ما قلتلكش انا ما نميش، ولكن لازم نفهم ايضا كان حقائق، لان الكثير من الشركات الوطنيه تم تخصصتها. اليوم في القطاع الانتاج، القطاع الخاص هو اللي يستعمل اكثر عدد من اليد العامله، اصبح هو المسيطر. صحيح. وفي الاونه الاخيره، في 15 سنه يعني الاخيره، يابا حصل على امتيازات كثيره يا استاذ. اتفق معك، ولكن استغل لصالح الاقتصاد الوطني. مش شوف انا نقول لك سواء قطاع خاص او قطاع عام، اللي يحتاج المساعده هو اللي يكري الثروه والشغل. يا خويا توظف لي 100 الخدام، نعطيك طون، توظف لي تخلق لي 1000 بقره، نعطي لك كذا، تعطي لي مليون ريال تاع حليب، نعطي لك كذا. اما هذيك اللي لازم توقف، سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. على كل هذا موضوع اخر، لان المشكل كانت كما قلت كوتي وطنيه ما كانش، وثاني السلطه كانت ساعدت مثلا في قطاع السياحه مثلا في الماضي، يعني قوانين كانت فريمون مليحه للانفستيسمون، ولكن ما شفنا مثلا في القانون، تروح الوالي يعطي لك لا ديسيزيون طراب، يعطيه لك باطل، تخلص برك 33 مليون وقيل الهكتار، يعني تعطي لك دينار سامبوليك، تروح بهذيك لا ديسيزيون البنكه تعطي لك قرض، يعني تخدم كلش باطل. وهكذاك ما طورناش قطاع السياحه، وهكذاك يعني هذه يعني لي زافونتاج، وما طورناش قطاع السياحه. شفت تقريبا كانت عمليه نصب مقننه. نعطي لك في بريزينا مثلا، شفنا رجل اعمال مثلا واحد فيهم دا 50000 قطار، في ال 50000 قطار حسب معلوماتي اللي ما نشغل، يعطوا له على القطار مليون سنتيم، وحسب انت 9000 مليار، وبهذيك الارض الدعم، هذا يديه دعم مساعدة على الاستثمار، مغلش الشجرة، ويروح يدي عقد الامتياز تاع 50000 هكتار، يروح يجيب قروض بالاف المليارات، في نهاية المطاف يدي الاف المليارات وما يغرس الشجرة. هذا كان نص مقنن معروف الان بصراحة الوضع اختلف، هذه عملية الافساد هذه توقفت،
حبست. الآن فيه تبديل العملة الصعبة توقف، ما نقولش جنة ولكن ما تحبش، القانون مازال ما تبدلش، دونك مازال ما تاخذ وقت لا فولونتي. وي لا فولونتي بوليتيك نقولوا راهي تبدلت، ولكن مازال في قرار مثلا في قرار بعدم استيراد. انا نقول لك المواد المنتجه محليا تخدم انت البسكوي، يعني تحسن ما تجيبش البسكوي، تخدم كاين اشياء احنا نقدر نعيشوا بها نورمال. رغم الاتفاقات اللي دارتها الدوله الجزائريه، الحكومات الجزائريه، هناك وضع طارئ للأسف غمنا كما يقال الوضع، ولكن بالعقل معليش الوضع صعب جدا جدا جدا، ولكن في المحن هذه هي. نتمنوا أن الأخطاء التي ارتكبت من النظام السابق لا ترتكب الآن، ولينا ممكن نركز عليه ونشوفه ضروري هو الحزم والضبط والسرعة. السرعة في كش وقت، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قاطعك، يجب الإسراع وتنفيذ الإجراءات بصرامة، خاصة في قضية البطاقة، في قضية التحصيل الضريبي، في قضية كثير الأمور لازم نزربوا فيها ونضربوا فيها ثاني، نزربوا ونضربوا حتى الموجودة. أكيد أكيد أكيد. وبالنسبة لاستعادة الأموال الموجودة في الخارج، هذه ممكن تأخذ لك 10 سنين 8 سنين، ونقرأوا تجارب اللي صارت ولا تفاوض معهم وتتفاوض رد لي رد لي نخرجك واعطيني هذيك عدالة ما تدخلوش فيها، ولكن حتى استدير كاين طرق قانون، يجب احترام القانون في هذا الإتراك. على كل حال غدا نراقبوا اجتماع، نشوفوا قرارات تاع مجلس الوزراء ونناقشوها مع بعض. مثلا ثاني نقطة فقط باش يعني نربطوه بموضوع الكورونا، علاش الكورونا راهم تفشيو الخوف راهو، لأن في البحث العلمي ما كانش كاين أموال، ولكن ما كانش يعني كاين سوء تسيير. مثلا أعطيك مثال في البحث العلمي، 1% فقط من الناتج المحلي الخام مخصص للبحث العلمي، أي 1.6 مليار دولار. وشوف التسيير البيروقراطي الإدارة يأخذ 60%، يعني من 1.6 مليار يأخذ 60%، والباقي ينفق على البحث التكويني وليس على البحث الاستكشافي. يعني هذه أمور يعني تريقليها نتمنوا أنه هذه الأمور ثاني توكل إلى أهل الاختصاص، لأنه كنا كثير وشفنا أمور غريبة كاش توقع يجيبوا اختصاصي ويتكلموا على هذا الموضوع. نعم نتمنوا لأن أحيانا أيضا المعلومات خاطئة. كيفاش؟ إيه كان معلومات كان برك يمدوا، كان ينعرف أنا في جماعة في الجامعة. على كل حال مش هذا موضوعنا، فقط يجب تنويه في عفوا خلاف من فضلك في قضية كورونا. الآن بعض الأمل حول بعض اللقاحات أو العلاجات في الصين وأيضا في بعض الدول منها فرنسا وفي الولايات المتحدة بدأوا يستعملوا يستعملوا بعض الأدوية على الملاريا. ممكن جدا يعني نبقاو شادين الأمل، ولكن هذا لا يعني أنه نفرط في إجراءات السلامة. نتمنى وتناولوا كثير المواد المساعدة لتوفير المناعة لجسم الإنسان، لأنه لا يوجد الآن إلا هذا العلاج لحد الآن في بلدنا. المناعة نأكلوا الشيء اللي كيوي مليح المناعة جاكل. لا ندري جينيراسيون بنان ما تجيش المناعة، البنان والكيوي موش تاع المناعة. لو نعودوا الغذاء السابق تاعنا أجدادنا وأبائنا أغروم وزيت الزيتون هذا والكرموس البقسيس هذا هو كما قال سيد مرزوقي جينيراسيون بانيني ولا كيندر ماهيش تاع مناعة للأسف الشديد. الحمد لله مازال كثير، لأنه يجب الانتباه أنه اللي توفاوا ربي يرحمهم على كل حال كبار في السن 64 سنة وعندهم أمراض، يعني حتى باش ما نديروش هلع. الحمد لله الوضع حتى الآن راه تحت السيطرة، نتمناو يبقى تحت السيطرة. نتمناو فقط الأمراض وعندهم ضعف جسدي أو في المناعة نتاعهم يحتاطوا، لأنهم هم المستهدفين من هذا الفيروس الخبيث والقاتل. انتهت العدد، نلتقي غدا بإذن الله. شكرا جماعة خلاف أجمع خلاف تنمير، شكرا عبد الوهاب جاكون، شكرا مشاهدي الكرام، نلتقي غدا في عدد جديد من بوليتيك. تصبحون على خير.